قدمت إسرائيل احتجاجا رسميا على التوصية التي أصدرتها الحكومة البريطانية للمتاجر والتي تنص على التفريق بين البضائع المستوردة من المستوطنات اليهودية وتلك التي يكون منشأها الأراضي الفلسطينية. المستوطنات تفتح على إسرائيل بابا جديدا للحرج الدولي، هذه المرة بسبب المزروعات التي تكتب عليها إسرائيل إنها من إنتاج الضفة الغربية وتصدرها إلى دول الاتحاد الأوروبي، فتستفيد بذلك من الإعفاءات الجمركية التي تنالها الأراضي الفلسطينية. ولكن عملية تصدير منتجات المستوطنات على أنها فلسطينية قد تواجه مزيدا من التقييد، بعد أن تلقت المتاجر البريطانية توصية غير ملزمة من هيئة الغذاء والبيئة التابعة للحكومة تنص على التوضيح كتابة على كل منتج ما إذا كان مستوردا من المستوطنات أو الضفة الغربية. لو نفذت التوصية في المتاجر البريطانية ستزداد مخاوف الإسرائيليين من أن يكون ذلك بداية استجابة لدعوات مقاطعة البضائع الإسرائيلية في بريطانيا. إسرائيل قدمت مذكرة احتجاج للحكومة البريطانية عبر سفارتها في تل أبيب، واعتبرت أن هذا القرار طبعا هو مجرد خنوع واستسلام لبريطانيا للمنظمات الفلسطينية والمنظمات الموالية للفلسطينيين في بريطانيا. هذه واحدة من المنظمات المقصودة غير راضية عن التوصية، وما زالت تتهم الحكومة البريطانية بالمشاركة في زيادة الفقر بين الفلسطينيين عبر تقديم إعفاءات جمركية للصادرات الإسرائيلية. التوصية ليست كافية لأن منتجات المستوطنات ستظل تباع في متاجرنا، ويستفيد من ذلك المستوطنون الذين يحتلون أراضي الفلسطينيين بشكل غير شرعي. نحن نريد أن توقف الحكومة البريطانية استيراد هذه المنتجات وأن تحجم عن تسليح إسرائيل. الجدل مستمر بشأن هذه التوصية، ولكن هل ستلتزم المتاجر البريطانية بها؟ المتاجر الكبيرة في لندن تجنبت الإجابة على هذا السؤال على مدار أكثر من يوم كامل، بدعوى أنها مشغولة بتزايد أعداد المتسوقين قبيل أعياد الميلاد. ولكن الإجابة التي لم نحصل عليها شفاهة سنجدها عمليا على أرفف هذه المتاجر الأيام المقبلة. أحمد الشيخ، بي بي سي، لندن.